النودلز بالجمبري، تعمل بطريقه حلوه جدا هتعجبكم. تعالوا نشوف. اول حاجه عندي جلاس نودلز اهي، دي بقوم حطاها في شويه ميه واسيبها ميه دافيه واسيبها، وبعدين اصفيها بتطلع كده. بلاش نقعد نغليها لان دي تلزق قوي 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 معانا، شايفين عامله ازاي اهي كده. عندي الجمبري بالديل، عندنا الثوم، الكرنب الاحمر والاخضر، بصل اخضر وبصل ابيض، طماطم، صويا صوص، سويت تشيلي، وزبده، كزبره وشبت، والكمون. اول حاجه هعملها انا عايزه اشوح الجمبري بتاعي، هعمل ايه؟ هجيب هنا الزبده هحطها هنا كده، وهجيب الثوم، وهجيب الجمبري كده. يلا هننزل الجمبري ياخد الشوية بتاعته الحلوة، ومعاه هحط الايه، الملح والكمون. يلا كده حلو قوي. يلا هجيب بقى هنا معايا الزبدة، شوية من الزيت، هجيب شوية من الثوم كده، ونقلب تقليبة حلوة مع بعض. وهحط هنا رشة الشبت، رشة شبت، وهجيب بقى الكرنب الأحمر يتحط كده هنا، والكرنب الأخضر اهو زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا يلا بينا، ونقلبهم بقى مع بعض تقليبة حلوة قوي قوي. والكرنب بيبان انه كتير وكده، بس اول ما يدبل مش هتشوفوه اهو كده. وبعدين عندنا هنا الجمبري، بصوا بقى جماله وحلاوته، نديله تقليبة حلوة محترمة. الله 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 كده اهو. وهنجيب معاه البصل، الطماطم، وايه ياخدوا بقى مع بعض كلهم السوا، والخضرة كده. شايفين الالوان قد ايه مبهجة حلوة جدا جدا. يلا بينا. واول ما احس كده ان هم بدأوا ايه، ان هي بدأت تدبل، يلا بصوا بقى كده هحط الصويا صوص اهو، وهنحط السويت تشيلي، وهنقلب تقليبه حلوه قوي قوي. وهجيب الجمبري شويه منه مش كله، وهنقلبه. وايه هجيب النودلز بقى بتاعتي، وهنحطها مع الصوص الجميل بتاعنا اللي احنا ايه عملناه. يلا كل الحاجات اللي مش هنحتاجها نشيلها. وهبدأ بإيه، في تقليب النودلز بتاعتي. يلا بينا كده، النودلز عندي كلها أخدت اللون والصوص بتاعنا. تعالوا نجيب بقى طبق التقديم، النودلز بتاعتنا مع الخضروات كده، وهنجيب الجمبري كمان بتاعنا يتحط بصوا بالطريقة الحلوة دي. عندنا هنا البصل الأخضر واللوز كده المحمص.
نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.